مساء الفل عليكم في حلقة جديدة من برنامج نفسنا. امبارح كان عيد الأم، كل سنة وكل أمهات مصر وكل أمهات العالم يا رب يا رب طيبين وبخير. بمناسبة بقى عيد الأم، النهاردة عندنا مفاجأة جامدة جدا جدا جدا. في أم عظيمة جدا، أم شهيد في الشرطة زي أمهات كتير قوي 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 في مصر. أم عظيمة فقدت ابنها، لكن هي أم قوية جدا، بتحب البرنامج جدا جدا جدا، وبتحب شوشو جدا 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 جدا، وأنا بحبها أكتر، أنا بموت فيها والله. معانا النهاردة أم الشهيد مدام انتصار. منورانا منورانا يا حبيبتي، منورانا يا ست الكل، منورانا في ربنا البرنامج، ربنا يخليك، منورانا في البرنامج، واحنا مبسوطين بيكي فوق ما ممكن عقلك يتخيل. وعايزين نسالك سؤال، ايه اكتر حاجه بتحبيها في البرنامج؟ في البرنامج غير شوشو؟ انا هقول لا صدقيني انا بحبكم كلكم، وكفايه انكم بتدوا بسمه لاي حد بيبقى مش سعيد، يعني بتسعدوا كل واحد عايز يتبسط على الاقل يعني، فانتوا بتدوه الفرحه وبتبسط بيكم. صدقوني مش بتبسط الا ما بشوفكم، مش بشوف اي برنامج صدقوني. تسلمي على اي قناه والله. تسلمي يا رب، ربنا ده شرف لينا والله، شرف لينا، ربنا يسعدك يا رب. واحنا مبسوطين ان انتي بتضحكي وبتبتسمي لما بتتفرجي علينا، دي حاجه عظيمه جدا عندنا، احنا حاسين ان احنا النهارده عملنا عمل عظيم جدا بجد، كفايه ان احنا نشوف ابتسامتك. ربنا يخليك ودايما تسعدونا يا رب، منورانا كلكم، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. طيب احنا النهارده بقى مدام انتصار معانا منورانا بين الجمهور، عندنا طبعا كالعاده مواضيع كتير ومختلفه، اللي هي في حلقة النهاردة من نفسنا هنتكلم عن الحاجات المفروض محدش يعرفها عن جوزك. دي حياتكم الخاصة، مهما حصل بين الأربع حيطان دول مش مفروض حد يعرف، حتى أقرب الناس ليكي. حاجات حماتك عايزاكي تعرفيها. انتي صحيح بقيتي مراته، بس حسك عينك تنسي في يوم وتخليه قدام أمه يقولك يا ماما. لقاء مع المطرب محمد باش. دول ستة مصر الغالين بالصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف. اول موضوع معانا ثانيه واحده قبل ما تبتدي اول موضوع، عايزه اقول لمامتي كمان حاجه. اوكي. عايزه اقول لماما كل سنه وانت طيبه، ويا رب عقبال يا رب كل سنه كده وانت فوق راسي وانا تحت رجليكي، وربنا يخليكي ليا، وانا ما اسواش حاجه في الدنيا من غير وجودك جنبي وفي ظهري ومسنداني، وربنا يا رب يخليكي ليا وما تحرمش منك ابدا يا احلى كوكو. والله انت هتعيطي فكتي. وكل سنه وانت طيبه يا بدريه، وكل سنه وانت طيبه يا هدي، وانتوا امهات، وطبعا مدام انتصار كل سنه وهي طيبه، وربنا يا رب يخليها لنا، واحنا برضو مبسوطين جدا ان هي نورتنا النهارده. ربنا يخليكوا يا رب. جات لك هدايا بدريه في عيد الام ولا ما لميتيش كويس عشان كده بتعيط؟ شكلها ما حدش جاب لها. خلاص انا هجيب لك هديه، انا هجيب لك هديه. اول موضوع معانا النهارده الحاجات اللي مش ممكن حد يعرفها عن حياتك الزوجيه. انت لما بتتجوزي بتخشي البيت بتبقي انت وجوزك بين اربع حيطان زي ما بيقولوا، دي حياتكم الخاصه، مهما حصل بين الاربع حيطان دول مش مفروض حد يعرف، حتى اقرب الناس ليكي، لا تفاصيل حياتكم اليوميه ولا مشاكلكم ولا اي حاجه. ففي حاجات هنقولها لك مش مفروض حد على وجه الارض دي يعرفها عن حياتك الزوجيه. ايه اول حاجه؟ اول حاجه بقى اللي تقول لك ايه دخلك، ايه كام دخل جوزك، كام بتقبضي، كام طب هو بيقبض كام، تقومي على طول يا حبيبه قلبي انت دخلك ايه، انت دخلك ايه، ومن غير ما تفكري تقومي تفه في وشها وجايبها من شعرها، ويستحسن يكون عندك برد وتقومي حفاها على السلم يتلقاها البواب يحطها في الباسك. طب لو بتكلمي في التليفون تعملي معاها ايه؟ لا ما هي دي لازم تبقى وجها لوجه. لا بصي ما تقطعيها وخلاص، دي لازم تقطعيها. لا لازم الاول تاخد الدرس صح وبعدين تاخد العلقه صح. ليه بقى؟ لان هي بتبقى حاطه في دماغها من فتره انها تسالك، وبتبقى بتهري وتنكت في نفسها اسالها امتى؟ فاول ما يجي الوقت اللي هي تسالك فيه السؤال ده تقوم انت
رزعاها على طول. تبقي مجهزة نفسك بما ان احنا قلنا لك هنا اهو في البرنامج بالزبط. فما عندكيش حجة، تبقي قاعدة مستعدة بقى مستنية الحشرية دي تيجي تتكلم. لا وفي حالة كمان ان انت يعني انت تحكي بقى انا دخلي ايه ولا دخل جوزي ايه ولا مرتبنا ايه. لا طبعا هو في حد بيعمل كده؟ على اول مرايه في البيت عندك تقفي قدامها تقومي تف على نفسك. صح. ان هي حاجه لانها طبعا صح طبعا ما ينفعش دي حاجه بتاعتكم قليل كتير اديكم عايشين والحمد صح. لله وبعدين ممكن تنقرك عين ما تعملوش طبعًا. اي حاجه خالص طبعا. وحاجه تانية كمان لو جوزك قال لك اي سر، السر ده كبير صغير مهم مصيري مش مصيري، ان شاء الله قال لك انا جبت فلنه وما تقوليش لحد، اوعي تقولي لحد، لان انت ساعات بتحسي انه الموضوع عادي والموضوع تافه وما فيهاش حاجه لما اقول لمامتي وما فيهاش حاجه لما اقول لخالتي، فتروحي تقولي لهم فتيجي بقى يجي عيني زياره عند مامتك مبروك يا حسام على الفانيلا. فهو هنا بيفقد الثقه في نفسه وفيكي، واللي هيخليه بعد كده ما يقولكيش الصغيره مش هيعرف يقولك الكبيره طبعا. فهتبتدي تبقى انت اللي عملتي فجوه بينكم قد كده قد التفه بتاعت بدريه، فبلاش تقولي اسرار جوزك لحد. كمان حتى لو مش اسرار يعني في انا اعرف ستات بيصحوا الصبح يكلموا اول حاجه الصبح تكلم صاحبتها، فهي تقعد تحكي لصاحبتها صحيت الساعه كام هي وجوزها وفطروا ايه وعملوا ايه وهيعملوا ايه النهارده واتغدوا ايه امبارح وتعشوا فين وراحوا فين وكلموا مين ومين زارهم ومين ما جالهمش ومين اتخانق معاهم. على فكره مش مفروض حتى لو مش اسرار، حتى لو حاجات عاديه حاجات يوميه عاديه، حتى لو مش مشاكل تفاصيل الحياه اليوميه مش مفروض حد يعرفها، خصوصا صاحبتك مهما كانت صاحبتك قريبه منك. وكمان اراهنك بقى ان صاحبتك اللي بتقعد تاخد منك المعلومات دي اراهنك انك تعرفي عنها حاجه، هتلاقيها هي اذكى منك بتعرف منك كل حاجه وعمرها ما بتقول لك اي مدكنة. حاجه بالظبط. تقرير يومي لازم تقوله لها وانت ما تعرفيش عنها بالزبط. حاجه ده غير التقرير بتاعك. ما انا كنت فاكره لا ما في تقرير بتاعنا تقرير هنشوفه تقرير يومي ماشي نشوف التقرير بتاعنا. جاب لي مثلا هديه مش لازم يعني دي حاجه بيني وبينه دي في العلاقه الزوجيه اللي ما بيننا بس. طب استنى بقى صور عيد بقى الله يخليك. المصايفي بعمل فيها ايه؟ بدبرها ازاي؟ حياتي بقضيها ازاي؟ اصوره ليه يا باشا؟ الظروف الماديه شغل وشغلي اطلع على التلفزيون واضحكوا عليا. العلاقات الحميمه اللي ما بين الزوج وزوجته. ما ينفعش حد يعرف عن جوازي مثلا انا بغسل بمسحوق ايه؟ انت العروسه عندها كام سنه؟ انت فرق بينك وبين العروسه قد ايه؟ الخلافات اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجه في البيت. اي حاجه جوه الاسره المفروض ما تطلعش بره الاسره. مفيش حاجه اسمها ان ايه اللي مفروض ما يبقاش بره، هو مفروض كل حاجه ما تبقاش بره. ورجعنا من التقرير وسمعناها من راجل مش من ست. العلاقه الحميمه اللي بينك وبين جوزك مفيش داعي حد يعرف العلاقه الحميمه اللي بينك وبين جوزك لان دي برضو بتتنذر. صح صح. ولو برضو مفيش علاقه حميمه فيبقى في خناقات، فخناقاتك انت وجوزك اسبابها ما تحكيهاش لحد وما تدخليش حد ما بينكم يحل لكم مشكله، علشان لو انتوا دخلتوا حد ما بينكم خلاص اعتبري كده ان الموضوع انتهى، لانه ساعتها هيبقى كل واحد فيكم متحفز قوي ان هو يبان ان هو المسيطر قدام الشخص التاني ده، عكس ما تبقى انت وجوزك بس ساعتها بيبقى مفيش ما بينكم كرامه، خلاص صح. لو مسكت كده قال لك يا بت انت مراتي زي ما انتوا عارفين بس انت بتاعتي وهو يبقى ضربك قبلها علقه خلاص بتسكتي وتقعدي تسحبي جامعتين وخلاص. انت ممكن تتنازلي انت تتنازلي هو يتنازل بس قدام الناس مفيش حاجه. لو انت مثلا مامتك موجوده استحاله هو يتنازل، لو انت قلتي له كلمه ممكن يعديها بينك وبينه لوحدكم مش هيعديها قدام مامتك، لو هو مامته موجوده وقال لك نص كلمه مش هتقبلي وساعتها هتحصل الخناقه تكبر وتوسع وانتوا السبب لانكم دخلتوا ناس في النص ما بينكم. فدايما اي حاجه ما بينكم انتوا الاثنين جوز جوز مفيش فرد ما بينكم في النص، خليكم مع بعضيكوا عصفوره وعصفورتها بتاعتها ما تدخلش حد ما بينكم. في الاخر عايزين نقول لك انه ما فيش اي حاجه المفروض تطلع بره بيتك، لا مشاكل ولا خناقات ولا اسرار ولا تفاصيل ولا اي حاجه، اي حاجه في الدنيا بتحصل جوه البيت جوه اربع حيطان لازم تفضل جوه اربع حيطان، لان كل حاجه بتتلم بسهوله لما تبقى بين اتنين، وكل ما الاطراف بتزيد وبتكتر كل ما الحاجات بتوسع وبيبقى صعب السيطره عليها. وكمان داري على شمعتك تقيد، لان فعلا الناس بقت وحشه وبقت تحسد على اقل حاجه. يا اختي وحد لاقي جواز يا اختي حد لاقي جواز لو حبيت الواحده زي شوشو سكت قلبي على طول للزوج المصون. لا ان شاء الله ما دام انت صار هتخطبني لابنها هي جايه
هي جايه النهارده عشان كده، بس هي لسه مش راضيه تقولي. انا ما شاء الله شفت ابني جميل. انا موافقه صدقيني خلاص. مبروك يا شيماء. الحمد لله يا رب. سجورتي ونونتي يا جوجو. وحماتي بتحبنا الله اكبر. جايه عشانك مخصوص. الحمد لله يا رب. والله احنا بنشكرك بنشكرك. هتشيلي بقى شيلي. طيب مشاهدينا خلصت فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل بحاجات مهمة جدا حماتك عايزاكي تعرفيها. وانت يا حبة عين امك لازم تعرفيها وتحفظيها وتفهميها وتنفذيها وتنفذيها. الحاجات دي بقى اهمها ايه؟ ان هي ام، انت صحيح بقيتي مراته، بس حسك عينك تنسي في يوم وتخليه قدام امه يقولك يا ماما، عارفه ايه اللي هيحصل؟ هتقولك ككمو بتنفخي. وتلاقي نفسك بقى اتنفختي زي البالونه كده. يعني انت يا بدريه استاذ مصطفى ما بيقولكيش يا ماما بقى، ان انتوا بتقولوا لبعض يا ماما ويا بابا. انا بقول له قدام مامته. انا كنت بعمل ده بس كنت عارف انه يعني هم كانوا واخدين المساله عاديه. طب يعني مش معنى انت حكمتي على بقيه الامهات؟ لا، عشان اول حاجه كتير فعلا بتتضايق الحلوه. لا، بابا اتضايق في الاول لدرجه اني مره بقول له بص يا بابا كانوا منزلين خبر عني في الجورنال. يعني بتقولي له هو؟ لا، لبابا بقول له بص يا بابا بدريه طالبه مش عارف ايه. قال لي طب وليه ما خليتهاش بدريه سالم؟ يا حرام. في الاول في العلاقة اللي بينك وبين حبيبك أو خطيبك أو جوزك نراعي الأم والحما والأب، عشان لو أنا كنت بغلط في ده ومش واخدة بالي فياريت انتوا تاخدوا بالكم وتعملوش زيي. يعني صح. تبقوا عبط. إيه؟ عبط. عبط؟ عبط. تاخدوها قدوس. كنت تاخدوها قدوة يعني. في كمان هي بتحبك وكل حاجة وانتي مرات ابنها وزي بنتها وكل حاجة، بس ما تنسيش ان هي اللي شالته 9 أشهر، هي اللي ربته، هي اللي كبرته، بتحبه جدا وبتغير عليه موت موت فوق ما ممكن عقلك يتخيل. مهما اظهرت ان هي بتحبك وان انتي بنتها وبتحميلك في الخناقات، بس برضو هو ابنها. فما تقعديش بقى تأفوري في الدلع والمياصة عليه قدامها والمش عارفة إيه. الحاجات دي بتستفزها من باب الغيرة على ابنها، يا غصب عنها ده إحساس لا إرادي على فكرة. يعني أنا عندي ولد وعارفة متخيلة ممكن في يوم من الأيام لو شفت ده لعمرق من مراته ممكن أهبره عادي جدا. خصوصا إن أنت غلاوية وبتجزي هتهبريها عبر البيت هتطلع الدم من إيديها فبلاش. بس برضو مش كل الأمهات اللي نفسيتهم كده. لا، دي وضع حالة خاصة، وضع حالة منفردة. احنا بنحذر مرات ابنها الوحيد. يعني في ام تحب الست اللي تدلع جوزها ولو ما دلعتش جوزها تحسسها ان انت ايه يعني فين الراجل بس ده. مش وقت ما يبقى حماتك موجودة تقعدي تتمايسي على جوزك. بالعكس يعني. والله في ام تحب ده جدا تقول لك الحمد لله مرات ابني مدلع ابني. هو ده بقى اللي انا كنت فعلا عايزة اقوله في النقطة الجاية بدرية، انه لازم تشوف ابنها مرتاح معاكي. يعني هي لو حست بس ان ابنها خرج من بيتها ما بقاش زي ما كان مبسوط، او ما خرجش الحياه احسن، او ما بقاش مرتاح نفسيا ووشه ورط كده وبان عليه كده ان هو يعني في حاله منفرده من البساط سعاده، ساعتها هتحس ان انت اللي مقصره معاه، او انت مش مدياله كل حاجه تبسطه، او انت مش مكرسه حياتك ان انت تسعديه، فساعتها هتتضايق منك جدا. وحاجه تانية كمان مهمه، اوعي تقولي لها يا حماتي، لان حماتي دي جايه من الحمى فما تقولهاش حماتي. وما تقولي لهاش كمان برضو يا مدام انتصار، تقولي لها يا ماما. يا ماما يا حبيبتي. قولي لي يا ماما عايزين اعمل لك ايه؟ عايزين نطبخ لك ايه يا ماما؟ قالت لي انا بحبك في كل الاوقات وانا بموت فيك والله. وفي ابنك. قولي لنا لا بجد، يعني حضرتك تحسي مثلا ان ايه اكتر حاجه لو اتعملت لابن حضرتك من مراته تسعدك؟ اما بتكون يعني تخليه سعيد هبقى سعيده اكيد، بس ده ابسط حاجه يعني. طب وايه اكتر حاجه؟ انا وعدك هسعده ومش هبعده وهسعدك وهعمل لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه. الحمد لله يا رب. ان حضرتك ملوش اي اراده
في الموضوع. ثانيه واحده مالكيش انت دعوه، هو موافق خلاص، هو اتدبس العريس ده اللي اتدبس ده هو اتدبس جوازه كده على المشي. انا هطلع بقى اشوف تقرير لحد ما اروح ابوس ماما واجيلكوا تاني. عايزه حاجه مهمه قوي، ان هما طول ما هما مشاكلهم بينهم وبين بعض انا مش عايزه اعرفها. تحترمني زي مامتها وهي تبقى زي بنتي. تكسبوا يعني عشان ما تحرقش دمه في حاجه، بالتالي انا احرق. بتعتبريني زي الحماوات الغبيه او اللي يقول لك الحما هتعاملني وحش؟ لا، اكتر حاجه المعامله، تعامله زي ما مامته كانت بتعامله بالظبط، لاني هي كده تحافظ عليه. تملي الراجل مهما بيكبر بيبقى طفل. ان هي تحترم حماتها زي ما بتكون مامتها بالظبط. لازم تعتبر ان حماتها دي مامتها. اكثر حاجه هو بيحبها علشان تبقى دايما هي عارفاها بالنسبه له. عايزاها تعرف ان هي زي ابني بالظبط، انها بنتي زي ابني زي بنتي، ان هي ما هيش غريبه عننا. هي كون ان هي خدت ابني خلاص هي غلاوتها من غلاوه ابني. الحما دي جابت لها راجل قد الدنيا طول بعرض، وهتجيب منه الاحفاد، هتجيب منه البامبينو. لو جات لك البيت في زياره فهي مش جايه عشان تنقي الاخطاء بتاعتك وتديكي على قفاكي، لا، بس ده ما يمنعش بقى خدي بالك ان هي لو شافت حاجه غلط هتديكي على قفاكي وعلى دماغك وهتولع فيكي بجاز. ليه؟ لان هي معتبره البيت ده شقى ابنها محطوط فيه، اي غلطه فيه اهدار في المال العام. أيوة. صح. يعني اوعي تنسي انها ام الراجل ده صاحب البيت. صح. صح. وكمان ما تحاوليش تخشي معاها في جدال او نقاش في اختلاف شديد في وجهات النظر، وما تحاوليش تخشي معاها في مناقشه عشان تطلعي في الاخر انت الصح وتغلطيها، وما تخشيش معاها في منافسه من اي نوع او باي شكل، لان الحما عموما بتبقى حساسه جدا، ويصعب عليها انه حتى لو مش ابنها مش قاعد ان هي تبقى في موقف ضعف او في موقف حاسه فيه ان هي غلطانه، حتى لو غلطانه يعني كوني ذكيه، ما تحطيش نفسك ابدا في الموقف ده مع حماتك، لانك هتطلعي في الاخر خسرانه، لان الراجل الطبيعي الكويس دايما في العموم هياخد صف مامته احتراما ليها وتقديرا لكل السنين اللي تعبت فيها عشانه. صح. وكمان لما تطلب منك حاجه هو ما بيبقاش امر، ولكن في حقيقه الامر هو بيبقى امر، فانت ساعتها نفذي الحاجه دي. وانت كاني يعني مش واخده بالك، جالك الغصب خليه برضاك، وانت اصلا ما تحاوليش تدخلي في الحته دي، يعني حاولي من الاول ان انت تتعاملي معاها انها كانها مامتك. ساعات كلنا امهاتنا كتير قوي بيطلبوا مننا حاجات خانقه وبتضايقنا، بس بنعملها واحنا عصرين على نفسنا ليمونه، لان هي مامتنا، فنعتبر ان دي بالظبط مامتنا، ما دام اخترنا ان احنا نتجوز ابنها فخلاص تبقى هي مامتنا. فما تدخليش نفسك في خلاف ان انت ما تنفذلهاش اللي هي عايزاه، علشان ساعتها هتلاقيها يوميها بالليل جاي بيتخانق معاكي وبتجيكي على قفاكي زي ما بدريه قالت لو مامته ما اديتكيش على قفاكي. فساعتها نفذلها طلباتها في صمت. اكل امه دايما بيبقى هو الحلو جدا حتى لو كان عك، فاوعي حسك عينك وانتوا قاعدين على السفره وسلطانيه الملوخيه قدامها تقولي له اكلي انا حلو ولا اكل طنط، هتلاقي نفسك لابسه سلطانيه الملوخيه بالتشقه. لا بس مفيش واحده ذكيه كده بالشهقه، يعني في ست معقوله ممكن تعمل كده، تقعد تقول له اكلي انا احلى؟ لا لا، في ستات كيادين وقلات الادب بشعه. وبعدين هو حتى لو اكل مامته على فكره مش حلو، هو متربي على الاكل ده من وهو صغير، فخلاص بقى متعود على طعمه بالظبط. هو يا ستي عادي، هو مش بياكل عند مامته مثلا كل يوم، بيبقى يوم يومين في الاسبوع مثلا. صح. كل فين وفين لما يكون فاضي فيتعزم عندها. دام لي يعني طبعا روحي اكلك حلو قوي يا طنط، تسلميلي او روحي لمامته قولي لها انت بتعملي الحاجه ازاي عشان اعملها له، فتبقي بسطتيها وبسطتيه وريحتي نفسك وعملتي اكل هو يحبه وخلاص. يعني يا حبيبه قلبي كبري دماغك في بيتك، ها، وكلي عيش بدل ما تاكلي الملوخيه حاف. نطلع فاصل ونرجع على طول. رجعنا لكم دلوقتي مع فقرة السوشيال ميديا، وتعالوا نشوف أول صورة. ده كان أول قناع عملوه علشان الناس تعوم،
وما تغمقش يعني يعني هي لابسه على وشها كله. لابسه على وشها كله وطواط الماء ده مخيف جدا. بس ده فعلا يعني لو حد طلع لي من الميه كده انا مش فاهمه انا ممكن اضيق. وبعدين هو بيبقى كده بيتنفس كده اصلا؟ لا ما عاملين فتحات عند العين وعند المناخير وكله. بس يعني هي هو اساسا بيضايق يعني جو حر وميه وعرق والملح اصلا يخش كده جوه يتسرب يتسرسب. وبعدين بقى عارفه اللي هي تكمكم بقى بعد كده وتعمل عفن كده قليلا من العفن تطلع فسفيس خلاص وتخضر كده. تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها. هل تعلم انه في المكسيك اذا وعدت فتاه بالزواج منها ولم توفي بوعدك قد تسجن بتهمه الاحتيال والتلاعب بعواطفها ومشاعرها البريئه؟ انها شوشو واخده بالك يا ماما انت وعدتي على الهوا يعني قدام 90 مليون ده غير الدول العربيه بقى لا بس بصوا يعني هو بصراحه لو طبقوا القانون ده في المكسيك كل شباب مصر هيخشوا السجن مش هيبقى في رجاله في الشارع اصلا. مصر ولا المكسيك؟ مصر. لا لو طبقوا الموضوع ده في مصر ده في المكسيك كل شباب مصر هيخشوا السجن لان ما حدش بيوعد بالظبط ومحدش بيوفي كل واحد يقول لك انت تستحقي اللي احسن مني. الجملة دي عارفاها عارفاها انا الجملة دي السيناريو المعهود. طب يلا نشوف الفيديو عشان ما نفتكرش ذكريات قديمة. محمد عبد السيد جربت بقول لك حبيت قبل كده؟ حبيت بس الحب طلع فاشل. ما هو لازم يفشل. عيلين زي الفل ورد زيك كده مراتي سابتني واتجوزت طلقتها وخانتني وربنا والكلام قلت لها هدايات كتير وكنت بقعد تحت رجليها متعتها الدنيا كلها خربتها وما طمنتش فيها العيب قلت لها عربيه وعربيات واوض نار. عربيه عربيات ازاي؟ انا ميكانيكي. انا عربيات اللي بيصلحها محطوط عليها ما جابتليش حاجه ولا حاجه ولا قميص ما جابتليش قميص عشان تبقى فاهم. انت زعلان دلوقتي على ايه بقى؟ انا زعلان على اللي هي سابتني ومشيت واتجوزت واحد كبير عنده 52 54 محمد عبد السيد 52 سنة. شوف ام عبد اللي تتجوز الراجل ده ماله ولا يا عسل والله عظيم وربنا ورب ولا لي عاده. موميا موميا اللي اتجوزت عارف الموميا عادي كانت سعيده معاك؟ طيب كانت سعيده 100 100 وطيبه وجدعه وكل حاجه بس الناس لعبت في دماغها الشطار كده. هي طيبه وجدعه كانت نت امبارح بتظهر على عبد وخالد قلت لها بس شوفي نفسك وانا مسامحك يا حبيبتي يا حبيبتي. يعني يا حرام الراجل ده فعلا مخه لسع من كتر الحب. هو حالته دي عشان يا حرام بيحبها ومقهور عليها. الست خلته لسع. لا انا شاكه في حاجه. انا شاكه ان هو اصلا جاله زهايمر ونسي ان هي متجوزاه هو. يعني هو بيوصف نفسه. هو عنده 52 سنه وهو لا مؤاخذه لموميا هو واضح ان هو نسي. لا في ستات بيوصلوا للرجاله بيوصلوا الرجاله الاصعب من كده بجد. وبعدين يعني هو ميكانيكي يعني العربيات اللي بيجيبها لها دي معدوده عليها هي. لا يعني ايه؟ لا هو عايز يقول لها جبت لك عربيات. ايوه اصل ساعات الميكانيكيه بيوقعوا عربيات كويسه بيكون عنده زبون عارف العربيه دي نظيفه فيقول له انا عايز ابيع العربيه يروح واخدها. في ميكانيكيه كتير بيشتغلوا في الحته دي. طب ماشي هي مالها بقى بالموضوع ده؟ ما هو حرام لسع خالص يعني هي جت على الجمله دي. لا خلاص يبقى ما تشرحيهاش. الحوار كله ما دام مش حوار كله. طيب احنا بنقول لطنط ام عبده صح اسمها ام عبده؟ اسمها ام عبده مش عارفه. ارجعي عودي ارجعي يا حبيبتي يا حبيبتي ارجعي له عشان كده حرام عليكي. سيبي الراجل اللي عنده 52 سنه عشان هو عنده 52 سنه 54 62 سنه حرام. ربنا عودي يا حكمه عودي. يعني هنطلع فاصل ونرجع لكم بقى مع فقره الضيف. ورجعنا لكم تاني مع فقرة الضيف. وضيفنا النهارده ما ينفعش اقدمه بصوتي المعهود، لازم اغير له صوتي علشان هو حساس ورقيق وجميل ويعني حاجه كده تتحط على الجرح يطيب. معانا نجم كان في ستار اكاديمي كان مكسر الدنيا وصوته حلو جدا وانا بحبه وبموت فيه وهو كله قمر ومز. بس انا مش عاكسه قوي النهارده عشان عريسي برضو موجود وماما موجوده. معانا النجم محمد باش. كليتي بقى الله اهلا ازيك ميرسي. وجايب لنا كادو يا جماعه ويعني انا مش عارفه اقول لك ايه والله. ده الالبوم بتاعك
تسمحي لي سلام عليكي، كل سنه وانت طيبه ومبروك لابنك الشهادة، اعتبريني زي ابنك انا. ربنا يخليك، ممكن ابوس راسك؟ يا رب ربنا يخليك يا حبيبي. يخليك. ده الالبوم بتاعك؟ ده الاخير يعني، ما فيش حاجه لسه. ده الالبوم الاخير. قبل ما اتكلم على الالبوم، انا اتاثرت جدا بوجود ماما انتصار، وربنا يخليكي لينا، ويا رب كده كل امهات الشهداء وبمصر والوطن العربي. يا رب ربنا يحفظ شباب مصر كلها يا رب. تسلم. يا رب. محمد، هو انت شايف نفسك اجمل راجل في الوطن العربي؟ ليه الراجل لسه ما لحقش يقعد على الكرسي؟ لا معلش، ليه بالسؤال ده؟ سابوني علشان انا شايفك كده. يعني انا يعني لازم كل حد يكون عنده ثقته بنفسه، ويكون طبعًا مبسوط بكل حاجه موجوده فيه، وانا عندي الثقه دي موجوده بقالها كتير دايما. يعني لو انت ما عندكش ثقه في نفسك، مين يبقى عنده يا محمد؟ انا عارف. يعني حرام عليك برضه. يعني هو الطبيعي انت عندك ثقه في نفسك يعني. انا مش هتكلم. انتوا دايما تستضيفوا شباب حلوين كده؟ احنا بنستضيف شباب حلوين بس. بس انا ما بعكسهمش ابدا. ولا بقول لهم تتجوزوني ولا اي حاجه. مش انا البرنامج ده اتعمل علشان شيماء تلاقي على العريس. مش لاقي يا رب. لقيت الحمد لله. بس النهارده الحمد لله يعني جت مدام انتصار جبرت بخاطرك. والله هتكسبي ثواب. لا هتكسبي ثواب فينا مش فيها. هتريحينا. احطها في عينيا. وبعدين يا ريت بقى تخلوها تبطل شغل. كمان؟ موافقة. لو هقعد مع ماما موافقة، والله العظيم. يا جماعة. شفتي بقى؟ طب محمد، احكي لنا بقى ازاي بدأت الحكاية كلها؟ من الاول كده بدات ازاي؟ من وانا صغير بحب الموسيقى، بحب العزف على الجيتار، عزف على الاورج. اتعلمت الحاجات دي واشتغلت على نفسي، وشاركت في برنامج اكتشاف مواهب ستار اكاديمي. وبقالي مده 5-6 سنين محترف الموضوع ده، وبشتغل بعمل اغاني وبكتب وبلحن. ولسه البوم انا مشتاق ده الالبوم، اخر البوم ليا، وفيديو كليبس، وحياه حلوه، حياه فنيه، وبنات حلوين. وبنات حلوين وكتير. ربنا يزيد. طب عايزك بقى تحكي لنا شويه كده عن رحله هولندا، وايه الحاجات اللي بتحضر لها؟ لسه راجع من هولندا بحفله عيد الحب. كانت حفله ليها لاموري. لاموري. الحفله كان ليها هدف جميل جدا، انه انا اغني للاجئين والجاليه العربيه الموجوده في هولندا، وقدرت اني التقي فيهم واغني لكل الجاليات السوريين والعرب الموجودين. وكان رايح الحفل رايح لدعم اللاجئين، وكان مع الاوركسترا الوطنيه الهولنديه اكثر من 90 عازف بيلعبوا الميوزك بتاعتي، وكان جو جميل جدا يعني. تجربه حلوه جدا. اكيد الحمد لله. العينين دي بس. برضو مش قادرة تمسكي نفسك. عينين لون القميص. ده مجرد تعليق بس، مش قصدي حاجة. انت سنك واضح مش كبير قوي. واضح. شكله صغنطط. بس من الواضح برضو ان انت عندك غراميات كتير قوي. يعني مقطع السمكة وديل. اذا استني بيقولوا لي انت عندك 34 سنه؟ لا مش كده. لا اقل. لا ايه ده؟ استنى، طالب 30. ده طالع بابا جده. استنى، هو مين انت عندك 34 سنه؟ 33 قريب ليه؟ بس شكلك صغير جدا. باين عليا اصغر. كتير باين عليك. عندك 25 سنه كمان كده يا محمد. مش باين عليا يا سيدي. ما شاء الله جمال. ما فيش اي تنتفت اي حاجه. مجمع مش قادر يجامل. يعني سنك مش مطلع. استاذه سلمى حايل. ما شاء الله الجمال كلكم يعني. هايلين انتوا، هايلين كلكم حلوين. ربنا يخليك. هما الاثنين كبار في السن بس مقربين، باينين صغننين. انا صغننه باينه كبيره، عشان ده نضج سابق سن. مش مشكله خالص. انا عايزك بقى اطلب منك طلب. اتفضلي. بمناسبه طبعا عيد الام، ومناسبه ان ماما معانا، فعايزك تغني لنا اغنيه ليها علاقه بالام والست المصريه. تاني انتي؟
لا دي غنية فرحة والله. لا لا حلوة. قال لك أغنية أغنية الست المصرية أغنية جديدة. حاولي تتملكي أعصابك وعشان لو وعدتي مش هتبقي سلمى حايك يعني. أنا عايزة بس أقول لها ربنا يرحمك يا أمي يا رب، وأنا عايشة لحد دلوقتي ببركة دعائك. يا رب يا حبيبتي يا رب يرحمك. أمهاتك أغنية ستات مصر الأغنية الجديدة من كلمات أستاذ صفوة الزين وألحان أحمد صالح وتوزيع أحمد عبد العزيز، وأنا هغنيها بقى. تفضل. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في ميعادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضميرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف، الست المصرية حياة الله على ضحكتها الله، بالست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، مهما يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة ايديها، وقت الجد بمليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها، دول ستات مصر الغاليين بالصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف. الله جميلة. الله 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 الله. الأغنية دي بجد هي لإهداء لكل أمهات العالم، كل أمهات الوطن العربي، الستات الجدعات المصريات اللي أنا بشوف فيهم مثال لكل النساء العالم يعني، والنساء العربيات، وشرف لي أني أغني للست المصرية، وربنا يخليكم كل معنى كده بقى ان انت لو اتجوزت هتتجوز مصريه؟ مش بفكر الموضوع ده يعني، لو هتكون سوريه مصريه لبنانيه مش بفكر بالجنسيه خالص والله يعني، حتى لما بغني واختار يعني الاغاني. انت سوري وبتغني للمصريه، ايه اللي دخل اللبنانيه؟ ما انا لازم هو انتوا دايما تظبطوا يعني. عايز يرمي على كل البلدان العربيه. لسه في المغرب العربي ده لسه هيروح. سيبيها ست. طب ايه مواصفاتها؟ سيبك عن جنسيتها، انت مش فارقه معاك الجنسيه، ايه مواصفاتها؟ اكيد مواصفات البنوته. اول حاجه تحب نفسها يعني، تكون حلو قوي تحب نفسها قبل ما تحبني صراحه يعني، دي اول حاجه اشوفها. تبقى انانيه. لا لا هو يقصد معنى تاني خالص يعني، حابه نفسها، شايفه جمالها من جوه ومن بره. تكون لما تقول لي يعني، دي حاجه كده انا احنا شويه لما تقول لي بحبك بجد، تكون يعني احس انها بتحبني، بتحب نفسها قد اكتر ما هي بتحبني يعني، احس الحاله دي اللي هي موجوده الحب، وتكون ملكه ملكه وتجيب لي اميرات. عموما انا مسميني الملكه والله عشان طب تبقى عارف. طب خلاص ملكه الكوميديا وانا الملك. انا قلت حاجه والمصحف ما نطق. حلال عليك اللقب اصل مش بالالقاب. لا بالالقاب. طب انا عايزه اعرف بقى كم واحده قالت لك بحبك يا باش؟ كتير. وانا بقول لهم شكرا. بقول لهم شكرا. شكرا على ايه؟ بقول لهم شكرا بس وخلاص يعني. مسجات كتير من الفانز بتجيني. لا ما بتكلمش على الفانز، بتكلم على الحب الدايركت يعني. يعني 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 بعرف اقرا الافكار كده شويه. يا اختي وشك احمر. طب ماشي. انت مش عاكس معاك والله. بصي لازم كل قعده عندك 14 كل قعده اكون لازم اكون موجود فيها. لازم. طب ماشي. لازم في حد. لازم واحده تقول لك بحبك. لازم. طب ماشي. طب كم واحده انت قلت لها بحبك ونفضت لك؟ لا مش بحط نفسي المواقف دي يعني، لازم اكون متاكد تماما انه انا لما اقول لها بحبك. طب كم واحده قلت لها بحبك وانت كنت واثق؟ اقل من 10. اقل من 10؟ اقل من 10. برافو برافو، ما تخطاش العدد. لا كويس كويس ماشي. الراجل الشرقي دايما بيتضايق قوي لما الست تاخد الخطوه الاولى في العلاقه وتبدا بكلمه بحبك، ليه؟
انا مش شايف كده، بالعكس انا كل بنت بشوفها بقول لها انت لو حسيتي في اي حاجه مع اي حد قولي لي على طول، لازم ولا لا مش مسليه مش مسليه مش مسليه لا لا صديقات يعني البنات لاي اي حد يعني حاسه باي حاجه تقولها، حتى هي لو عارفه انه الشاب اللي قدامها مش هيرفض. طب ما انت ما بتعملش كده، انت بتقول انا ما احطش نفسي في الموقف ده وبتنصحها ان هي تحط نفسها. لا انا مش بحط نفسي عشان انا يعني ازاي يعني ما بتتكلمش، احنا نهرتل جيت روح جيت لما اعبر عن الحاله فاكون متاكد تقريبا 90% ان البنت هتوافق يعني، وهتكون هي نفس بتبدلني المشاعر. بس زي ما البنت لازم، حتى لو البنت او الشاب لازم يعبروا عن اي حاجه بيحسوا بيها، عشان دي الحاجه الحلوه الواحد لما يحس باي حاجه يقول عنها. طيب هل النجم في المجتمع الشرقي صعب فعلا يلاقي حد يحبه بجد؟ لانه كل ممكن يبقى الحب بيبقى انبهار بنجوميته وبشكله، صعب ان انت تلاقي حد بجد تحبه وترتبط بيه. دي مظبوط اللي بتقوليه، كلام صعب جدا انه لما يكون حد اتشهر تلاقي صعب يختار او تلاقي حد من البنات معجبه بنجوميته او مبهوره بالحاجه دي وعايزه ترتبط بيه او تكون مصاحباه او تبني حياتها معاه. انا الحمد لله يعني كل الاشخاص اللي برتبط بيهم يعني بيكونوا واعيين وبعيدين تقريبا عن الموضوع انه انا فنان وهم فانز وكده، يعني دايما الفانز وجمهوري بعملهم كاصدقاء وبتعامل معهم بالطريقه دي زي اخوات واصدقاء، يعني مش بكون موجود معهم بطريقه انه انا على مستوى شخصي على مستوى او شخصي او طبعا. طب هسألك سؤال ومش قصدي بيه اي حاجه خالص، اوعى تفتكر ان انا قصدي بيه اي حاجه. شبه. عمرك مثلا حبيت واحده هي كمان فنانه وبتغني والموضوع مثلا يكون اتعرف قوي ومثلا سبتوا بعض عشان خاطر حد فيكم نجوميته بدات تزيد فبداتوا تنفسنوا على بعض او حاجه كده؟ وانا مش قصدي حاجه خالص. انا ما عارف ولا اي حاجه. يعني سلمتك تسليمه هادي. اتفضل يا استاذ سرك في الميكروفون. يعني دي ما حسبتلهاش حساب. السؤال بتاعك ده مش حصل حاجه زي كده، ودايما الظروف والظروف اللي الواحد بيعيشها هي بتكون بتاثر على العلاقة العاطفية أكثر من قصة أنه حد اتشهر أكثر من تاني أو حاجة. بس إن شاء الله بالعلاقات القادمة اللي أنا هدخل بيها إن شاء الله، لساتني مش مرتبط على فكرة عشان تعرفوا. يا حبيبي أنت بتبص هنا ليه؟ بص فين؟ بص هنا؟ يعني مش هقول مش هقول خلاص عشان هو مش خارج من ذمتي فمش هفضحك خلاص. على العالق وبعد يلا مش هقول لك خالص ان هي عندها ابن قدك وانها ست كبيره وسامعه رقبه ومش هقول لك خالص. لا مأسسته ومأسسته ومش مبطرخه. في حاجات مش بفهمها يعني، بتقولي كلمات كده مش قادر استوعبها. دي لغه دي اصيله مالكش دعوه. مبطرخه جاي من البطارخ. الست المليانه بنسميها مبطرخه. الله اوكي كانها مبطبطه كده. طب ما تغني لنا حاجه بقى. اغني لكم حاجه؟ غني لنا حاجه. اغني لكم اول اغنيه عملتها راح انساكي. الله شو وبرضه اغنيه مالهاش اي علاقه بالسؤال اتفضل. يا صدف يعني برضه. لما تبطل تشرق شمس، لما الشجر يوقف همس، لما بيدبل كل الورد رح انساكي، لما تموت قلوب الناس، ولما منفقد كل احساس، ولما النار بتبقى برد رح انساكي، مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي واتاري ونغماتي، خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قالك بقدر انساكي، بقلبي مخبى اسرار كتير وانت بقلبي سر كبير، رح ضل حبك مهما يصير بستناكي، ولو فرقنا هالزمان وخلقنا بغير مكان مش رح انسى اللي كان ولا بنساكي، مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي،
واتاري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي. الله كل الحب كل المشاعر. قلنا بقى اهم مميزات الست المصريه ده لو عندها مميزات. ليه بقى هي كلها مميزات؟ لا استنوا بس هوقعوا في الكلام. ماشي مميزات الست المصريه مش عليه. هقول لك بالفتره دي اللي موجود فيها في مصر ما بترخى غير البطرخة. والله بجد الست المصريه زي ما قلت انا اختلطت كتير بالفتره دي موجود فيها في مصر مع الستات المصريات والصبايا المصريات. قريبين كتير على القلب، حلوين كلهم، حلوين كلهم، فيهم جمال جميل جدا. يعني شفتي قول قول مش عايطه كده احب اعرف انا عادلك انه فايقه بقى النهارده يعني بتلاقي كل الحلقه، بتلاقي السمره، بتلاقي البيضه، بتلاقي الطعمه، بتلاقي انت ايه الله ايه الله. والله كل كلام كل جميل والله. يعني انت عمال طب باشا العاشق يقول ايه الباشا الحساس؟ لا دي يا باشا يعني انا عايزه اقول لك يا باشا انت باشا وذوق شكرا لك حساس شكرا لو ركزت في عينيها شويه هتلاقيها لون عينيك هتلاقيها حتى على الشنطه سيحه حتى لانسي بدريه عيب عليك يا بدريه سيبوني عيب يا بدريه لا ده احسن ولادك بجد بقى لا لا ما النهارده هي الفرمله عشان العريس موجود سيبوني انا لا المفروض انا بقى الاولويه طب اتفضلي لا ماشي لا سيبوا بدريه وقال سيبوا بدريه يلا خش سيبوا بدريه انت شرفتنا والله. لا استني قبل ما يمشي انا عايزه اسمع اغنيه حلوه فريحي كده لطيفه يلا فريحي فريحي. وعمي من وسط البلد ليه اتولد مليون ولد ولا عمره كح خالي من بحر وجدع وشديد متع قد السما بنبوط صح جدي من جوه الصعيد فركه كعب ماهيش بعيد تروح هناك تسال علينا تعرفنا صح بلدي حلوة على الخريطة في كل حتة انوار وزيطة لينا فيها عظم هرم واهلهم اهل الكرم ده انا عيلتي كل المصريين يا ليل يا ليل شكرا الله الله, الله ده بيعشق مصر بجد بتعشق مصر والله بعشق مصر وسوريا وكل بلدان عربيه بس انا يعني دايما بحس بوجودي في مصر انه انا دايما مع اهلي ومع حبايبي دايما وانت منورنا نورتنا بجد يا باشا ويعني للاسف الحلقه خلصت للاسف شديد انا كان نفسي والله يكون قاعدين اكتر واحنا كمان وانبسطت بوجوهكم الحلوه دي والجمهور كله والمشاهدين شكرا لك ميرسي يا حبيبي وميرسي جدا ان انت نورتنا شكرا واستنونا في حلقه جديده من نفسنا وكل سنه وكل الامهات طيبين